قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة. نلتقيكم اليوم لنناقش موضوع جديد، وربما هو ليس جديد إنما استمرارا لهذه المفاوضات، وفعلا هي معاناة إنسانية خلفتها الحرب الدائرة منذ انقلاب الحوثي وهي مستمرة إلى الآن. آخرها هجوم الحوثي على اللواء 29 ميكا أو ما يسمى بمعسكر العمالقة في عمران في منطقة حرف سفيان. هجوم مفاجئ شنه الحوثي وصالح، وقاموا بعمليات نهب لمعدات وأسلحة ثقيلة، والقيام أيضا بعمليات قتل جماعية ضد بعض منتسبي المعسكر الذين قاوموا الهجوم، إلا أن العملية تمت. هذا ما هدد بنسف محادثات الكويت في كل مكان خروقات، يقولون جئنا لحقنا الدماء، وكلامهم عكس ذلك. أيضا اليوم وخلال الساعات الماضية، محاولة اغتيال هي الثانية في أقل من 48 ساعة. عمل جبان، تعرفوا ليش سموه جبان؟ لأنها خدعة وفيها انتحار، والانتحار إلى نار جهنم مباشرة. وفعلا هي سيارتان مفخختان لاستهداف موكب محافظ المحافظة ومدير أمن عدن وقائد المنطقة العسكرية بالخط الرابط ما بين جولة كالتكس وتقاطع كابوتا بالمنصورة بعدن. لكن مع كل ذلك، مدير الأمن اللواء شلال شائع يؤكد مواصلته الحرب على الإرهاب حتى استئصال شأفته واقتلاعه من جذوره من عدن وكل المحافظات الجنوبية بمساندة قوات التحالف. اليوم معنا في حديث الساعة نرحب بالدكتور نجيب غانم، أستاذ أكاديمي وأيضا وزير الصحة سابقا. أهلا بك دكتور نجيب. يعطيك العافية، وسعدة جدا بوجودك معنا، ونتشرف بلقاء بك وقبول هذه الدعوة. دكتور نجيب، نتابع ونتبع الأحداث التي تسير، مفاوضات الكويت، وسؤال سألناه قبل بدء هذه المفاوضات وفي الساعات الأولى منه: هل يمكن أن تقدم هذه المفاوضات حل لهذه الأزمة اليوم؟ إلى أين تسير؟ شكرا على الاستضافة، ونسأل لكم التوفيق والسداد بإذن الله. ويعني كما يعني بالمثل الشعبي نديها لكم من الآخر، الجواب للأسف الشديد لا. نعم. وليش لا؟ لأنه الحوثي وصالح يعني لم يقدموا يعني ما يثبت أنهم فعلا سيدعنوا للسلام، وهم يمسكون يعني على الزناد على الأرض، ويضعوا أيديهم على أسلحة الدولة الثقيلة، وأيضا مستولين على مؤسسات الدولة السيادية، وكل الأسلحة والمعسكرات وكل مظاهر يعني السيادة للدولة بأيديهم. الشيء الثاني يعني لم يتكلموا إلا أنهم فعلا سيدعنوا لكل ما تم الاتفاق عليه، شرعية اليمنية، مخرجات الحوار الوطني، قرار مجلس الأمن، ومخرجات والمبادرة الخليجية. نعم. هم بالمناسبة ما تكلموا في هذا، تكلم بالنيابة عنهم إسماعيل ولد الشيخ. نعم. عندما أيضا وصلوا إلى الكويت أيضا كانوا يعني خطابهم يعني لا ينقصه الوضوح والصراحة في أنهم يعني يرفضون هذا كله، وهذه ليست مرجعها. إذا لماذا جاء الكويت؟ لديهم يعني، وربما أنا لا أتكلم يعني، لكن أنا عندي تصور، وربما أكون يعني قد لا يكون دقيق، ولكن عندهم تصور أنهم على حق، وأن الشيء الذي يؤسف أيضا له أنه وصلت لهم رسالة سلبية من المؤسسة الدولية ومن الشرعية الدولية، في أنه يعني لا يمكن أن تقف الشرعية الدولية يعني أمامهم بحزم. ومعروف أن المجتمع الدولي بإمكانه ولديه من أوراق الضغط يعني ما تكفي لكي يذعنوا ويرجعوا إلى كل ما تم الاتفاق عليه من مرجعيات
قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. نعم. ومع هذا يعني لديهم هذا الاعتقاد أنه لا يوجد من يقول لهم لا. نعم. وهم يتصوروا أنه مع مرور الوقت واستمرار استفحال استخدام القوة ضد السيادة وضد الشرعية وضد الناس في اليمن أنه بإمكانهم أن يقنعوا الآخرين على أنه هذه سلطة الأمر الواقع وعلى الآخرين أن يدعنوا. طيب دكتور، آخر ما خرجت به الجلسة غير المباشرة اليوم مع ولد الشيخ وقدموا مجموعة من النقاط وهو وخصوصا رؤية الوفد الحوثي، يقولون التثبيت لوقف الاقتتال وإزالة القيود على حرية التنقل للمواطن داخليا وخارجيا من وإلى اليمن. المسألة أو الجزئية الأولى وقف الاقتتال، يقولون فعلا ما لا أو يفعلون أو يقولون ما لا يفعلون. كيف يقولون نريد تثبيت لوقف إطلاق النار وهناك مزيد من الخروقات، هناك مزيد من الاقتتال وخصوصا ما حدث في معسكر اللواء 29 ميكا ما يطلق عليه بالعمالقة؟ يوجد مقال يعني رائع للأخ الوزير السابق للثقافة الأستاذ خالد الرويشان. نعم. وتقريبا وضع النقاط على الحروف عندما قال هم يقولون كذا ويفعلون كذا. صحيح. يعني يتكلمون عن السلام ويعلنون الحرب، أو هذه اقتناعات يفتكرون أنها صحيحة في داخلهم، ويعلنون أنهم يريدون وقف إطلاق النار ثم يعني يولعون النار في أكثر من موقع. هم يفهمون موقف يعني موضوع وقف إطلاق النار أنه تقف الغارات الجوية حتى يعني يعيدوا تموضع يعني قواتهم ويعيدوا تسليح قواتهم على الأرض. صحيح. ويعيدوا يعني فرز يعني واقع جديد من ناحية عسكرية. نعم. موضوع أنه لا يوجد يعني فك الحصار، لا يوجد حصار فيما يتعلق بالطيران غير الإجراءات التي اتبعتها يعني دول التحالف يعني من حيث الطيران. لكن الطيران يعني من المفارقات يعني العجيبة أن الطيران من صنعاء إلى خارج اليمن مفتوح ومن عدن مغلق، وأرجو أن يفتح قريب. يعني كيف يقولون يعني إزالة القيود على حرية التنقل داخليا؟ يعني مطار الشرعية التي بيد الشرعية مغلق، ومطار يعني من هم الإنقلابيون يعني في صنعاء مفتوح. نعم. والناس تسافر بحرية يعني إلى حد ما حرية نسبية وإن كانت هناك قيود يعني أو يمكن قصدهم أنهم في التنقل، هي التنقل البري لمزيد حشد من المسائل العسكرية. نعم. فيعني مفارقات عجيبة جدا. الذي يؤسف أيضا ويؤلم له أنه إسماعيل ولد الشيخ يعني بدأ حيث انتهى بن عمر. وبن عمر أوصلنا إلى دخلت الميليشيات واجتاحت المدن. فلا أدري يعني إلى أين سنصل مع إسماعيل ولد الشيخ. ولو نسبة بن عمر ما زال إلى الآن هو مستشار في المطبخ السياسي والفني الذي يدير يعني هذا الملف. فحقيقة يعني الأداء يعني غير مريح وغير يعني مطمئن. وإحنا وصلنا حقيقة إلى طريق مسدود. هؤلاء الناس يريدوا أن يفرضوا واقع جديد، واقع غير قانوني غير شرعي، واقع انقلابي، ويعتقدوا أن العالم سيذعن في نهاية المطاف لهذا الواقع الذي هم فرزوه بقوة السلاح. نعم. ولم يفرزوه بصناديق الانتخابات، ولم يفرزوه باتفاق يعني جماعي وطني. صحيح. طيب ذكرت فعلا إذا تمت هذه المفاوضات بهذا الشكل ربما نصل إلى طريق مسدود. أيضا النقاط التي لم يلتزموا بها في وقت سابق، أيضا الآن المفاوضات تسير بجلسات غير مباشرة، كيف سيساهم ذلك في نجاح لهذه المفاوضات ووجود حل الأزمة في اليمن وهناك لا توجد جلسات مباشرة يتم فيها التقاء الطرفين فيما بينهما لحل الوضع في اليمن؟ يعني من ناحية فنية ليست يعني هناك يعني مشكلة كبيرة أن يجلس بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. المشكلة أنه لا تتوفر لدى جانب إرادة سياسية وإرادة وطنية. جانب الانقلاب وجانب ميليشيات قالوا جاءوا من أجل الوطن، هم جاءوا أمام رؤية وطنية. دكتور نجيب إلى الآن مصرين على الانقلاب ومصرين على سفك الدماء ومصرين على أنه لا يرتاح هذا الشعب اليمني. لم يستشعروا هذه المعاناة التي هم تسببوا فيها. الآن نحن لدينا أرقام يعني عشرات الآلاف من الجرحى، آلاف من القتلى، هناك الآن أرامل، هناك أطفال أيتام بالآلاف. صحيح. هناك اقتصاد يعني كانوا يقولون أن الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار، الاقتصاد اليمني الآن منهار وليس. صحيح. على وشك الانهيار. صحيح. كانوا يتكلمون على أنه هناك شريحة من المجتمع اليمني ربما تصل إلى خط الفقر. الآن نحن قد
تجاوزنا خط الفقر بمراحل. الآن هناك إفلاس في كثير من المؤسسات الرائدة الاقتصادية في اليمن. هذه هي المعاناة وهذا الثمن الباهظ الذي دفع الشعب اليمني. ألا يعني يحز في أنفسهم؟ ألا توجد يعني ذرة من ضمير يعني بحيث أنه يدعنون إلى السلام ويدعنون إلى الشرعية ويدعنون إلى التوافق ويدعنون إلى المرجعية؟ المرجعية التي تم الاتفاق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي قرار مجلس الأمن 2216، مخرجات الحوار الوطني، وأيضا المواد الخليجية. كل هذه نسفوها، ولغاية الأمس وهم يصرون ويعلنون أنها هذه ليست مرجع وهذه ليست نقاط نرجع إليها. طيب ما هي النقاط؟ النقاط يتوقف الغارات حتى يعيدوا تموضع أسلحتهم وقواتهم على الأرض، وإذعان العالم كله لرغباتهم ومشيئتهم ويعني حرصهم الشديد على أنه سلطة بقوة السلاح. نعم صح. صدور بيان الوفد الحكومي بتعليق المشاورات نتيجة للخروقات التي تمت من قبل ميليشيات الحوثي حتى يتم توفير ضمانات كافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة، هذا التعليق إلى أي مدى سوف يتم التباطؤ في أن يكون هناك حل لهذه الأزمة؟ والله في تقدير البسيط يعني أنه قد لا يأتي هذا أيضا بأي أثر، لأنه إن لم تكن هناك إرادة دولية والمجتمع الدولي يعني يقف كما وقف أمام الصرب، مع فارق التشبيه طبعا، عندما وقف أمام الصرب وأذعن الصرب إلى 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 أنهم ينسحبوا، وثم جرت محاكمات أيضا دولية لمجرمي الحرب، إن لم يكن هناك وقفة للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن يقوم بعملية تذليل وعملية إدلاء، يعني يتكلم ويتعامل بطريقة كده ناعمة مع فريق، لا يوجد ضغط لا يوجد مع المجتمع الدولي يعني أوراق ضاغطة جدا، فهم سيلجئون الشرعية. برأيك ما السبب؟ ما السبب بأن لا يوجد هناك ضغط من قبل المجتمع أو المجتمع الدولي أو ضغط أممي للشروع بحل؟ المجتمع الدولي مختزل بمجلس الأمن، ومجلس الأمن تحركه إرادة الكبار، وإرادة الكبار داخل مجلس الأمن تتقاطع عندها مصالح ليست بالضرورة من ضمن هذه المصالح مصلحة الشعب اليمني. نعم. فمصلحة الشعب اليمني أمام تقاطع مصالح الكبار في مجلس الأمن غائبة، ولهذا نحن كنا وما زلنا وسنظل مادام نحن مرهونين وقرارنا مرهون 100% لمجلس الأمن، سنكون إحنا ضحايا مستمرين لتقاطع مصالح الكبار داخل مجلس الأمن مثل ما حدث في دول أخرى. نعم، روسيا لها مصالح، وأمريكا لها مصالح، والغرب أيضا له مصالح، والصين أيضا لها مصالح، ونحن ضحايا. إن لم أيضا يعني نشمر عن إرادتنا وننتزع حقوقنا ونتنازل، نعم، بدون هذا أعتقد أنه لن نصل إلى طريق، وسيظل الطريق مسدود أمامنا. وقد يكون الطرف الآخر من الوفد الحوثي يستغل هذه الأمور لصالحه. ما حدث في لهجوم على لواء العمالقة في عمران، ماذا حدث؟ يعني يناشدون بوقف إطلاق النار، ونتفاجأ بأن هناك هجوم على هذا المعسكر الذي يحتوي على العديد من المجندين والكثير من أين الجنود؟ ماذا حدث؟ طبعا نحن لا نعرف ماذا حدث، أنا شخصيا لا أعرف، ولكن كل ما وصل هو ما تلقيناه من وسائل الأخبار والأنباء. هذا المعسكر ظل يعني سنتين، يعني يقال أنه محايد، أنه يعني لم يستخدم لا مع هذه الجهة أو تلك، لكن أقولها يعني نحن نرفض العنف ونرفض الاعتداء على أي جندي يمني. يظل الدم اليمني دم غالي، والدم العربي دم غالي، والدم المسلم دم غالي، وحتى الإنسان البريء صحيح. في أي مكان في هذه الأرض نحن أيضا نقوله دم غالي، ولا نقبل أن يراق دون وجه حق. صحيح. فما جرى الاعتداء عليه تظل يعني هذا إثبات عدم رغبة ميليشيات الحوثيين وصالح في الإذعان للسلام. يعني كيف تستقيم الوصول إلى الكويت وفي نفس الوقت إعلان حرب؟ كيف يستقيم كلام ولد الشيخ يقول على لسانهم أنهم هناك استعداد لتسليم السلاح ثم يستولوا على سلاح جديد، هناك استعداد لتسليم سلاح ثقيل ثم يعني يضع أيديهم على أسلحة ثقيلة داخل هذا المعسكر؟ نعم. مفارقات عجيبة وغريبة ومتناقضة تعزز أن هؤلاء لن يذعنوا للسلام.
وهؤلاء يعتقدوا أنهم على حق وأن العالم سيذعن إليهم وأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يفرضوا واقع جديد. ثم هذا الواقع الجديد يعتقدوا أن العالم سيقبل به، ثم من خلال هذا القبول سيعلنون عن شرعية جديدة تتجاوز الشرعية الوطنية الموجودة حاليا. وتستمر الحياة وتستمر الأمور. لن تستمر طبعا، لن تستمر فعلا فعلا كما حدث في السابق. لكن الغريب في الأمر دكتور نجيب، عندما سيطروا على هذا المعسكر علمنا أنه الجنود ذهبوا إلى جهة مجهولة، يعني هذا أمر غريب يمكن، أو المشاهد والمستمع بيستغرب على هذا الموضوع. يعني هل كان هناك تخطيط لأن يقوم الحوثيون بهذا العمل الإجرامي والسيطرة على هذا المعسكر والمعدات وذهاب جنود إلى جهة مجهولة؟ هذه الجهة المجهولة لم تفهم لدى البعض. أؤكد أننا لا نقبل إحنا بأي اعتداء على أي معسكر وأي جنود، لأنهم هؤلاء أبناءنا وإخواننا. ولكن أؤكد مرة أخرى أننا نتكلم على تفاصيل النتائج ونغفل الأسباب. هذه عبارة عن تفاصيل لنتائج، أسبابها الأولى هو انقلاب واعتداء على الشرعية وعدم إقرار بالمرجعيات التي تم الإجماع عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. ما نراه الآن هو إرهاصات النتائج للأسباب الرئيسية التي على الناس أن ترجع إليها. يتكلمون على أن هناك ضحايا وأن هناك عدوان خارجي، ولم يتكلموا على أسباب الذي دفع المملكة العربية السعودية أن تدافع عن نفسها وعن حدودها وأن تقف بطلب من الشرعية مع هذه الشرعية. المملكة العربية السعودية لم تعتد على اليمن، ولكن جرى الاعتداء على الشرعية. صحيح. وكان هناك رد فعل للاعتداء على الشرعية بطلب من الشرعية. فنرجع نشوف الأسباب. تناسوا. ولا نتكلم. تناسوا أنهم تموا الاعتداء على الشرعية وتم الاعتداء على كل ما يحفظ أمن واستقرار الوطن، والآن يتباكون ويقولون عودوا إلى الشرعية وعودوا إلى الأرض واحكموا من أرض الشرعية. أنتم لم تسمحوا أن تجعلوا الناس يبنوا دولة مدنية ومشاورات. يعني الاعتداء على معسكر هذا العمالقة هو تحصيل حاصل، يعني المعسكر هذا لا توجد لديه وزارة الدفاع تحميه، ولا توجد لديه إرادة سيادية وحاضرة داخل اليمن تؤمن له حماية أو تعززه بإسناد خارجي يحميه. نعم. طيب دكتور، مثل هذه الأعمال مثل هذه الأساليب، هل يراد منها الحوثيين أن يمارسوا مثلا ضغط أو استفزاز للوفد الحكومي وللشرعية؟ يعززوا قناعاتهم ويرسخوا يعني ما قاموا به من سابق أنه لن يتراجعوا عنه وأنه ما قاموا به هو يعني صحيح. نعم. ولا يأسفون لكل ما قد جرى من سابق والأثمان الباهظة التي دفعها الشعب اليمني من جراء انقلاب الحوثيين وقوات صالح على الشرعية في اليمن. وهذا يرسخ الاعتقاد عندنا أنه سيمضوا في هذا اليوم معسكر، وغدا أي إمكانية إذا بقت هناك بقايا معسكرات بقايا سلاح سيضع أيديهم عليها، ما لم تكون هناك وقفة للمجتمع الدولي وتحرك من الشرعية الوطنية إزاءهم. نعم. إذن ما المتأمل من هذه المفاوضات، وخصوصا أن الطرفين غير متوافقين، ما المتأمل من هذه المشاورات وهناك تعنت وهناك عدم قبول بنقاط يتم تنفيذها وكل طرف لديه شروط؟ يعني الآن المفاوضات يمكن نطلق عليها تائهة. ممكن نأمل لهذه المفاوضات أن تخرج بحلول إذا تأملت ثلاث شروط. نعم. ما هي؟ الشرط الأول أن يراجع الإنقلابيون أنفسهم وحساباتهم ويعرفوا ويفهموا أنهم ليسوا على حق، وأن ما قاموا به هو عدوان واعتداء على الشعب اليمني وعلى شرعية الشعب اليمني وعلى سيادة الشعب اليمني. صحيح. وبحيث أنه يراجعوا حساباتهم كلها ويعيدوا موقف جديد يدعن للشرعية ويدعن للمراجع الثلاث التي تكلمنا عنها من سابق. هذا شرط أول. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط الثاني أن يعترفوا بخطأهم. نعم. أن يعترفوا ويعيدوا الحسابات ويعيدوا يراجعوا ويدعنوا للمراجع. نعم. التي تم الاتفاق عليها. نعم. هذا شرط أول. الشرط الثاني المجتمع الدولي عليه أن يعيد حساباته ويعيد مواقفه، وأن لا يكون هذا الموقف الذي فيما يبدو أنه متخاذل وهو كما قلت من سابق يعكس تقاطع مصالح الكبار وليس بالضرورة
أن تكون مصالحنا إحنا الشعب الألماني حاضرة أثناء تقاطع مصالح الكبار، فنحن صحيح. ضحايا لهذا التقاطع. على المجتمع الدولي أن يعيد هذه الحسابات ويعيد هذا الموقف. بدون هذا أيضا لا يمكن أن تزعزع قيد أنملة في هذه المفاوضات. صحيح. الشرط الثالث أنه الشرعية والجيش الوطني والسيادة الوطنية الشرعية ممثلة بالأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الشرعية وكل ما تلاحظ عن 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 هذا الإطار الشرعي، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الوطنية، على هؤلاء أنهم يعني يرفعوا من وتيرة مواجهة هذا الانقلاب. نعم، أن يكون الحزم أكبر والحذر أكبر والمواجهة أيضا أكبر لإيجاد نقاط مفيدة ومهمة. فعلا المفاوضات الكويت تسير والتشاورات مستمرة، وهناك الدعوة التي قام بها الوفد الحكومي الذي يدعو فيها ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة، وأيضا الأشقاء في الكويت، مجلس التعاون الخليجي، سفراء الخمس دائمة العضوية، وبقية سفراء الدول 18، إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام. معنا الآن مكالمة. نعم، معنا الآن الإعلامي شهاب، المهندس شهاب الحميري. أهلا بك سيد شهاب. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. مساء النور شهاب الحميري، شكرا لتجاوبك معنا. نتحدث عن المفاوضات الكويت، وربما كانت التساؤلات كثيرة قبل بدء هذه المفاوضات، هل ستخرج هذه المفاوضات لحل الأزمة في اليمن؟ لكن ما بعد الخروقات والهجوم الذي حدث على لواء العمالقة في عمران، نسفت هذه المشاورات، إلى أين تسير شهاب هذه المفاوضات؟ أولا نحن نعلم بأن المفاوضات التي تمت سابقا لا يمكن أن تنفذ ولم تنفذ، فلنا تجربة مريرة مع هذه الميليشيات بأنها دائما تستخدم التوقية التي هي دائما منبعها أو بما معنى سرها الكامن والغموض. فما حدثت من حروب، من 6 حروب و7 حروب حدثت في اليمن، نعم، كانت هي بمثابة استعداد لما هو بعد ذلك. وكذلك الآن هم يعملون على استعداد ما بعد ذلك، وقد صرح أو خرجت بزلة لسان يوم أمس البارح في إحدى المقابلات الرئيس السابق علي صالح، عندما تحدث بأن كل ما بأن الميليشيات أو بما يذكر بأن المقاومة كأنها ميليشيات، بأن سوف يكون هناك حكومة وسوف تعمل هذه الحكومة على أخذ الأسلحة التي موجودة، كأنه يقول نحن موجودون في أي اتفاق وسيكون من نصيبنا أننا سننقلب مرة أخرى على كل الاتفاقيات التي تتم. نعم. فهو زلت منه لسانه بهذه الطريقة التي أراد أن يوضح منها بأنهم دائما لا يلتزمون بأي عهود أو بمواثيق أو باتفاقيات، وهذا طبعهم الغدر والخيانة دائما. نعم، طيب التعليق، مشاركة المشاركة في المشاورات من قبل الوفد الحكومي نتيجة للخروقات التي حدثت، كيف سنتأمل خيرا من هذه المفاوضات والطرفين غير متفقين؟ أولا هناك تباين وتباعد كبير جدا بالاتفاق، لأن الحكومة والشرعية ودول التحالف تطالب بنص صريح وواضح هو تنفيذ النقاط الخمسة التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2216. القرار ينص على انسحاب الميليشيات، ينص على تسليم انسحاب الميليشيات من المدن، تسليم السلاح، وكذلك إعادة تطبيع الأمن مرة أخرى لليمن وإعادة الدولة وتسليم مؤسسات الدولة. لكن هذه الميليشيات هي تستخدم مفاوضات للتكتيك لما بعد ذلك، وما حصل أمس من اعتداء وقتل للضباط وللجنود الموجودون وهم أبناء مؤسسة شرعية للجيش لحماية الوطن، واقتحام ذلك والاستيلاء على المعسكر ومن ثم أخذ كل ما يملك المعسكر من أسلحة ومن عتاد ومن ذلك، هذا ينسف كل ما تتحدث عنه هذه الميليشيات من أنها سوف تكون جزء من الحل السياسي أو أنها سوف تلتزم بالقرار. فلذلك لا أعتقد أنها ستصل إلى أي تباينات أو إلى أي مرحلة من مراحل التفاهم والتعايش السلمي الذي يجب أن يكون في وطن يتسع للجميع،
لكن مع هذه الميليشيات هي ميليشيات تتبع القم في إيران، أجندتها وما يأتيها بإملاءات خارجية من دول كحزب الله المرتبط في إيران وإيران التي تدعمهم، وهم بذلك رأينا وهم بذلك يرتبطون بأجندات خارجية لهم وبدعم أمريكي لهم، لأن ما نراه يوم أمس في مظاهرة تحصل ويومنا هذا ما تحصل في مدينة صنعاء العاصمة العربية، تخرج هذه الميليشيات بالدعم لبشار الأسد الذي يقصف إخواننا في حلب وينسفهم ويحرقهم. هذه ميليشيات لا يمكن أن تؤمن بأي شيء إلا بالحسم العسكري الذي يجب أن تولي دول التحالف والشرعية، لأن الخيار السلمي لا ينفع مع هذه الميليشيات مهما كان. نعم، إذن هم يقولون نريد وطن يتسع للجميع وهم لم يتيحوا الفرصة للجميع. أيضا يقولون جئنا من أجل مشروع وطني لوقف النار والاقتتال، والعكس أنهم يريدون أن يريقوا مزيد من الدماء ومزيد من الاقتتال. أشكرك الناشط السياسي شهاب الحميري، كنت معنا في برنامج حديث الساعة، أشكرك جزيل الشكر. فعلا كل النقاط التي الحديث عنها متشابهة، وكل النقاط تتجه إلى منحة يعني معروف دكتور نجيب، ولكن يمكن هذا التماطل وكل ما يحدث اليوم من أجل التغلغل أكثر والبسط السيطرة أكثر، ولكن هل من ردع، هل من عدم تجاوز هذه الحدود، ما الذي يحدث؟ طبعا هم الآن يعني يعني رقعة الاستيلاء على الأرض يعني تقلصت بعد تقدم قوات الشرعية في أكثر من مكان، وأيضا بعد يعني دحر أيضا ما كان يسمى بتنظيم القاعدة في حضرموت المنطقة الجنوبية. فالآن تقريبا معظم أراضي اليمن تحت ظل الشرعية وتحت قوات الشرعية والمقاومة الوطنية، فالأرض بأيديهم بتتقلص، وأيضا حتى القدرات والإمكانات أيضا بتتقلص. فهذا أيضا مؤشر طيب إن شاء الله، ويعني هو يعني مؤمل فيه إنه 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 كل ما يمثل الشرعية إنه تتقدم في اليمن، وأنه أنا أتمنى أيضا على رموز الشرعية أنهم يعني يبقون في اليمن، ويعني يتواصلون مع الناس سواء كان في مأرب أو حضرموت أو عدن، وهذا أكبر نجاح. نعم، وهذا سيكون أكبر نجاح، وأيضا تطمين للناس داخل اليمن إنه هذا ما يمثل الشرعية حكومة وغير حكومة. نعم، موجودين. نعم صحيح. مثل ما ذكرت دكتور نجيب مسألة أنه الآن الأرض أو اليمن أكثرها تتبع هي الشرعية، وتم السيطرة على المناطق وحررت الكثير من المناطق. عدن حررت من الحوثي، وأيضا الحملات المتتالية التي حدثت في الأيام الماضية لتطهيرها من القاعدة التي هي تتبع ومتصلة بهذا الطرف. ما الأسباب اليوم لأن نسمع هناك اغتيالات لاستهداف أمن عدن؟ يعني أولا من الأشياء الغريبة والعجيبة أنه نسمع أنه يوجد داعش في اليمن. داعش هي اختصار لدولة الدولة الإسلامية في العراق والشام. نعم، ويعني أي مفارقة هذه، وأي يعني منطق يعني ممكن أن يعني يستوعب عقل إنسان عندما يعني هذا المصطلح يكون موجود داخل اليمن؟ يعني لا يوجد له أي أرضية داخل اليمن. عندما ترتكب جريمة في كده قاعدة في علم الجنائيات، نعم، وهو أنه إذا ارتكبت يعني جريمة فالسؤال المحوري من هو المستفيد؟ من هو المستفيد؟ ثم عندما نعرف المستفيد تشار إليه أصابع الاتهام. كل من هو ضد الشرعية هو مستفيد، وكل من هو ضد استقرار اليمن واستقرار عدن، وأنتم تعرفوا عدن أنه لها يعني سيكون لها دور محوري في الجانب الاقتصادي، هذا الميناء المشهور، وعدن أيضا لها رمزية يعني أنها يعني حاضرة وعاصمة اقتصادية. صحيح. وهي أول يعني مدينة يعني حررت يعني بشكل يعني كامل، وكان لقوات التحالف دور مع المقاومة الوطنية. فلا شك انه هذا 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 المشهد. نعم، الرائع يعني يريد يعني الانقلابيون ان يلطخوا يعني هذه اللوحه الجميله. فالعنف ايا كان مصدره يعني لا يوجد ايا كانت الاسباب لا يبرر الاسباب العنف الموجود وهذه الدماء التي تراق. صحيح. ولكن
من يقوم بها لا شك انه ناس غير وطنيين غير مسؤولين، ويعني لا يعني لا يخشوا الله ولا يخشوا البشر ولا عقاب الارض ولا عقاب السماء. نعم. فالاصل انه يعني انه اتمنى انه ان شاء الله السلطه على الارض انها يعني تبسط يدها وسلطاتها ويتامل للناس العدل والامن والسلام والاستقرار صحيح. باذن الله. باذن الله. الحرب الدائره اربكت كل الأماكن والأربكت الجميع، لم تتيح أيضا الفرصة لأن أيضا المناطق المحررة تستعيد عافيتها وتبدأ بالبناء والتنمية. ما حدث من استهداف بالخط الرابط ما بين جولة كالتكس وتقاطع كابوتا بالمنصورة، عدن من استهداف لموكب اللواء شلال شايع بعدن، أيضا كان محافظ محافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية. التفجير استهدف، كان يريد أن يستهدف موكبة، ولكن الصورة التي رسمها الشهداء من طاقم حراسة فعلا أثارت انتباهي. اصطدمت بشكل مباشر بالسيارة المفخخة قبل وصولها للسيارة وقبل وصولها لمركبة مدير الأمن. هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى الذين كل يوم يسقط أيضا الجريح، هل من إجراءات لعدم الاقتتال، هل من إجراءات لعدم سفك وفقدان الكثير والكثير من أبناء الوطن وخصوصا في المناطق المحررة؟ طبعا احنا يؤسفنا سقوط ضحايا يعني، وأيضا يعني ندعو الله يعني يحفظ يعني الوطنيين والمخلصين والمسؤولين في عدن وفي اليمن في الشرعية والمناطق التي جرى تحريرها إن شاء الله. أيا كانت الدواعي وأيا كانت الجرائم، لكن ألا تصرف المسؤولين في عدن وفي غير عدن على أن يقومون بواجبهم في بسط الاستقرار وبسط هيبة الدولة وترسيخ العدل وتشغيل وتنفيذ وإنفاذ القانون. يعني برغم التحديات والمخاطر لا شك أنه هناك أيضا الآن أساليب وأدوات عند الدولة كيف تحمي المجتمع وتقيه من يعني لا تواجه الجريمة ولكن تمنع وقوعها. أيضا البحث عن أسباب دفع الشباب هؤلاء المغرر بهم أن يكونوا وقود لهذه العمليات الإجرامية صحيح والإرهابية صحيح. فإذا استطعنا أن احنا أيضا نؤمن للشباب أيضا مصادر دخل استيعابهم في يعني على الدولة ألا تنشغل 100% في موضوع مكافحة ما يسمى بالإرهاب وترك أسباب نعم. الإرهاب فعلا أنت قلت في بداية حديثك نبحث عن النتائج ولا نترك الأسباب. ونترك الأسباب وهي الأهم، ومن هذه الأسباب دكتور نجيب عدم وجود إجراءات، منها عدم قدرة المحافظة والمناطق المحررة في تسليح أكثر عدد من الشباب مثلا، في مثلا مثل ما قلت إيجاد دخل بدل أن يتجه فرص عمل للشباب. نعم نعم مسألة أن تكون هناك إجراءات صارمة، مدراء المحافظات المحررة ومحافظي المحافظات قاموا بدورهم وبواجبهم بدعم من الشرعية، ولكن تبقى هناك الكثير من الإخفاقات، ومنها لا توجد هذه الإمكانيات التي بالإمكان أن تقوم هذه المناطق المحررة في تسليح مثلا، وقامت مراكز شرط تفعيل المرور وغيرها من هذه الأمور. هذا صحيح، ولكن تظل الدولة يعني ولو بالحد الأدنى بإمكانها أن تؤمن يعني ما هو مقدور عليه وتتضافر كل الجهود، جهود الدولة كل من خلال تخصصه وموقعه في الجانب الأمني وفي الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي على مرافق القطاع العام ومرافق القطاع الخاص. أنا أيضا يعني أتمنى أنه تتاح فرصة أيضا للقطاع الخاص ويؤمن القطاع الخاص في أنه يبدأ يحرك عجلة مناشطه وإنتاجاته واقتصادياته ودوره الفاعل. القطاع الخاص في أي مجتمع سيكون له دور كبير جدا، لا يظل متفرج حتى تنتهي الدولة من بسط نفوذها، ولكن تمشي كلها بشكل متوازن. أي إنسان مستثمر الآن في عدن أو في غير عدن هو يريد مسؤول الدولة يعني يؤكد له حمايته ويؤكد أنه سينفذ القانون وسيحمي هذا المستثمر وسيحمي القطاع الخاص بكل القدرات المتاحة. لكن أننا ننتظر حتى مسؤولي الأمن ينهوا معالجة الملف الأمني، لا هذا كلها تمضي بشكل تكاملي تناغمي
ومتوازي. نعم، في الأخير كمان أيضا المواطن عامل مهم في لا شك. الرقابة وفي لا شك. عملية أن يكون سند لإدارة الأمن. لا نريد فقط أن يكون الاهتمام فقط إلى أين ستخرج به مفاوضات الكويت ونغفل أسباب أخرى ربما هي أهم من ذلك. يتواصل الآن معنا من الكويت المحلل السياسي أحمد البحيح. مساء الخير أحمد. مساء النور، يا مرحبا. يعطيك العافية أحمد، التواصل معك يستمر حتى تأتينا بكل جديد عن مفاوضات الكويت. إلى أين توصلت المشاورات غير المباشرة؟ هل من جديد آخر؟ حياك الله أختي الكريم، وحيا الله ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. في حقيقة الأمر حتى اليوم منذ يعني مساء البارحة بعد الخرق العسكري الذي قامت به ميليشيا صالح والحوثي في محافظة عمران واقتحامهم لمعسكر العمالقة أو لواء العمالقة في مديرية حرس سفيان بعمران، البيان الحكومة أصدرت بيان يعني أكدت فيه أنها تعلق سير هذه المشاورات والمشاورات مع ميليشيا صالح والحوثي. صحيح. نعم. وتتكلم هنا عن المشاورات المباشرة معهم، وأيسرت بيان أكدت فيه أن استمرار ميليشيا صالح والحوثي في الخروقات في مختلف المحافظات وبالذات الجرائم التي ترتكب في تعز بالإضافة إلى خروقاتهم في الجوف ومارب، وخلال هذه الفترة فقط من تاريخ تحديد تاريخ إيقاف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة تجاوزت أكثر من 3600 خرق. وفي ظل ايضا عدم التعامل بجديه من قبل المجتمع الدولي ومبعوث الخاص والدول الراعيه، كان الحكومه يعني موقف وان كان تاخر كثيرا ولكنه في الخطوه وفي الاتجاه الصحيح حينما علقوا هذه المشاورات. طيب احمد 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 اذا ما لم يهنالك ضمانات حقيقيه. احمد كيف عدم اسمح لي، كيف عدم جديه من قبل مبعوث اممي والدول دائمة العضوية؟ هل مما ما حدث هو يستهان به أو ماذا؟ ما المقصود بعدم الجدية؟ اليوم ولد الشيخ أصدر بيان بعد تعليق المشاورات من جانب الوفد الحكومي، وكان مع الأسف الشديد بيانا هزيلا لا يرتقي إلى محل المسؤولية. كان يفترض على ولد الشيخ أن يكون في بيانه صريح وصادق، وكان يفترض أنه يضع النقاط على الحروف، يحمل ميليشيا صالح والحوثي يعني فشل هذه المشاورات او حتى يعني تعليق هذه المشاورات اذا 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 ما فعلا كان هنالك رغبه في استمرارها، كونها هي التي يعني لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، كونها هي التي استمرت في الخروقات، كونها هي التي اقتحمت معسكر العمالقه، كونها هي التي تقصف تعز حتى هذه اللحظه، كونها هي التي تحشد في مختلف الجبهات. لذلك كان فعلا ما من خلال بيانه لا في جديه صادقه لدى هذا المبعوث الاممي وكذلك الدول الراعيه في ايقاف هذه المهزله وايقاف هذا التلاعب من قبل هذه العصابه على غارات الامميه. نعم، اذا احمد استخفاف يتعامل بشيء من اللعب الصبياني مع هذه القرارات، يفترض ان يكون هنالك يعني جديه لدى الامم المتحده ان تحمل هذه الجماعه مسؤوليتها وان يعني تتعامل مع ما تم يعني من قرارات امميه تحت البند السابع. كون هذه الجماعه لم تلتزم حتى لم تمر 24 ساعه منذ 10 ابريل وحتى هذه اللحظه دون خرق امني او عسكري او اعتقال او تفجير او تهجير. نعم، اذا احمد ما هي اذا ما جدوى هذه وجود الأطراف في الكويت وهذه المفاوضات والأمور تسير بهذا الشكل؟ هل نستمر بمفاوضات مثل هذه حتى نصل إلى حلول أو أولا أريد أن أوضح جزئية هامة. نعم. ما يحدث حاليا في الكويت ليست مفاوضات. نعم، مشاورات. هي مشاورات لكيف يعني الوفد الحكومي والجانب الشرعي أتى إلى الكويت للمشاورات في كيفية تنفيذ قرار 22/16. صحيح. نعم. ليست مفاوضات. نعم. هنالك قرار أممي يؤكد على عودة الشرعية ودحر الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والعودة إلى الحياة إلى عودة المسار السياسي إلى ما بعد يعني ما قبل إعلان الدستور وما بعد مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها على الخارطة السياسية. لم تأتي إلى هنا من أجل مفاوضات مع هذه العصابة. هذه العصابة قامت بانقلاب غاشم، انقلب على كل المواثيق. نعم، ولكن تم الاتفاق أحمد، تم الاتفاق على أن تم الاتفاق قبل المشاورات بأن يتواجد
الوفدين في الكويت. تم الاتفاق كما كانت الاتفاقات السابقة في المشاورات التي في جنيف 1 وجنيف 2. صحيح. لكن الميليشيا الحوثية كل اتفاق تتفق معها الآن يعني تخرق هذا الاتفاق أو يعني لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه أبدا، وما وين تنقلب دائما على ما تم الاتفاق عليه دائما. صحيح. لكن صحيح. الحكومة عشان نكون أكثر صراحة، الحكومة حريصة كل حرص على إيجاد حلول سياسية دبلوماسية بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، وبدأتها في نعم وبدأتها في العام 2015. نعم الحوار مؤتمر الحوار. أشكرك أحمد البحيح المحلل السياسي من الكويت، كنت معنا، شكرا لتجاوبك. ماجد، وهذه المفاوضات والأمور ملتهبة، الأمور غير متفقة، يقتلون في تعز، خروقات في مأرب والجوف، كلها مشاورات، حتى وإن وصلت إلى حل، ما الحل الذي ستصل إليه؟ كما قلت لك يعني بهذه العقلية التي أتوا بها لا يعني لا يوجد في الأفق يعني أمل في أنه سيصل ولو في الحد الأدنى يعني مما هو مطلوب. كيف يعني انقسم قسمين ده الآن دكتور نجيب؟ مش منقسم قسمين، اقصد انه يعني هو الان مفصول يعني يعني الطرف الحوثي لديه يعني مصر على تعنته ومصر على ويريد ان يقوم بسلطه لوحده غير مشاركه مجتمعيه، وهو يقول المجتمع متسع للجميع، الشرعيه تحاول ووفد الحكومه يحاولون بانهم يجدون حلول من اجل هذا الوطن، لكن لا يوجد هناك تقابل او اوبوزيت. لا معنى للحلول التوافقية في ظل وجود ميليشيا تضع يدها على السلاح الثقيل وعلى السيادة المؤسساتية للدولة في اليمن. لا يوجد معنى لهذا. وهم يقولون يعني تقبلون بوضعنا الحالي ونحن الأصل وسلاحنا بأيدينا وسلاح الدولة بأيدينا ومقدرات الدولة بأيدينا، ثم نتفق على ماذا؟ مثل ما في العام الماضي. وهذا طبعا الذي يؤسف ويؤلم له انه إسماعيل ولد الشيخ يتكلم بلسانهم، وهم ما تكلموا بهذا، انهم ادعنوا للنقاط الخمس التي يعني شمل عليها قرار مجلس الامن 2216، ثم عندما اتوا الى الكويت قالوا نحن لم نتفق على هذا، واذا كان هناك نحن نريد فقط وقف اطلاق النار، وهذه النقاط هي خمس ممكن نناقش اخر نقطه فيها وهي التسويه السياسيه. التسويه السياسيه هي 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 محصله نهائيه لمراحل ونقاط اساسيه مرجعيه، وهي تسليم السلاح، تسليم المؤسسات، إطلاق المعتقلين، رفع أيديهم عن مقدرة الدولة، دي كلها غير موجودة. ولهذا في تقديري أنا أنه لا يوجد أمل في يعني لن نرى بصيص أمل في نهاية النفق. نعم. على لسان رئيس صالح يوم أمس السابق و يقولون نحن نتفاوض مع الحوثيين ونحن من أجل مصلحة هذا الوطن، ولماذا لا يأتوا ويمارسوا مها صلاحيات الحكومة في صنعاء؟ كيف وجدت هذه المقابلة وكيف وجدت هذا التناقض من قبل صالح وهو يتحدث عن هذا الموضوع، وهو من كان حجر عترة، وهو من كان ضد أن يكون هناك ممارسة العملية السياسية بشكل متواصل وبطريقة صحيحة؟ طبعا للأسف الشديد يعني الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع سميه ما شئت يعني يعني يقوم بعملية خلط أوراق. طبعا هو وقع المبادرة الخليجية ثم يعني نقض هذا الاتفاق، فريقه في مؤتمر الحوار وقعوا على وثيقة مؤتمر الحوار ثم نقضوا هذا الاتفاق. تكلم كلام عام المؤتمر أنه يذعن للشرعية الدولية ممثلة بقرار الدولة ومنها 2216، ثم نقضوا هذا الاتفاق. فلم يعد يعني لهذا الرجل للأسف الشديد مصداقية سواء كان من سابق أو الآن، ولهذا يعني كلام مردود. يعني كيف ستمارس الشرعية والحكومة ورئيس الدولة مهامها وكل ذلك تحت ضغط السلاح؟ هذه الدولة المدنية التي يريدون يعني أن يصورونها ويرسمونها. لن يقبل بهذا الكلام أحد يعني ولن ينطلي على أحد. هذا الغريب وهذا المستغرب عليه. وهذا الذي أوصل الفريقان إلى طريق مسدود، هذا الموقف وهذه التصريحات. لا توجد يعني لا حسن نوايا ولا يعني إرادة ولو سياسية ولو بالحد الأدنى. لا يوجد إذعان لما قرر الاتفاق عليه سواء كان ما قد مضى
أو ما تبلور في الشرعية الدولية. نعم. طيب دكتور نجيب، برأيك ماذا يخفونه في داخلهم إلى الآن الانقلابيين؟ ماذا سيفعلوه أكثر مما فعلوه من اختراقات ومن خرق لكل هذه الأعمال التي أرادت بها الوفد الحكومي أن تتجه بالوطن إلى السلام؟ ما بداخلهم، ما هي نواياهم التي بالإمكان أن يستمروا في عملها؟ كما قلت يعني في أول المقابلة أنه يعني هم يراهنوا على الوقت، وأنه مع 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 مرور الوقت العالم سيقبل بهم وستتأمن شرعية لهم، ومن خلالها يعني يعيدوا مخاطبة العالم، يعيدوا تسليح أنفسهم من جديد، يطلبوا سلاح من الخارج باسم شرعية جديدة. هم يعتقدوا أنه هذا الاستمرار في الطرح أنه سيقنع الأطراف كلها، وفي الأخير العالم كله سيلعن إليهم. غير المستوعبين أنهم على خطأ، وأنهم واقعين على جرم، وعلى يعني إخلال بالأمن، سواء كان الأمن المحلي اليمني أو الأمن الإقليمي أو الأمن الدولي. خارجين، هم بيغردوا خارج السرب، خارجين عن الإجماع المحلي والإقليمي والدولي. ومع هذا يصرون على 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 هذا الكذب وهذا الإصرار على هذا العدوان. نعم. وهذا الانقلاب. طيب. ويراهنوا على الوقت في هذا. وما الذي يجب اليوم على الوفد الحكومي؟ ما الذي يجب اليوم على الشرعية، وخصوصا أنها كانت لها دور كبير بمساندة التحالف في تحرير المناطق المحررة؟ ما الذي يجب اليوم؟ يعني الحوثي بيستغل الوقت وبيستغل الفرصة ويريد توسع وما إلى ذلك، ونحن ما زلنا ندور في نقاط وحلقة مفرغة. ما الذي يجب أن نستغله اليوم؟ على الفريق الحكومي، فريق الشرعية الحكومية في الكويت، أنه يعيد تذكير ممثل الأمم المتحدة وهو إسماعيل ولد الشيخ بمسؤوليته الأخلاقية والقانونية والدولية إزاء هذا الخلل الكبير في موضوع التسوية، إذا جاز التعبير. ويذكرهم بأنه عليهم مسؤولية قانونية، وعليهم أنهم يعيدوا ويرفعوا من وتيرة مسؤوليتهم الأخلاقية، ويحركوا الأوراق القوية للإجماع الدولي وللشرعية الدولية والمجتمع الدولي، في أنهم يعني يقفون ويذعنوا هؤلاء الناس أن يرجعوا إلى جادة الصواب، وينفذوا تنفيذ حرفي ما قرر الاتفاق عليه من النقاط الخمس المشهور عليها في 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 قرار مجلس الأمن. بدون هذا عبارة عن مضيع الوقت. صحيح. وطريق، والعالم يعني اليمن لم يعد يتحمل، يعني الشعب اليمني. صحيح. تحمل ما فيها الكفاية من ظلم ومن قهر ومن إفقار ومن فقدان للأرواح، ويعني شيء مؤلم يعني. فنقول لهم كفى. صحيح. والأخص من ذلك دكتور نجيب، والمستغرب أيضا أن الجرائم فقط تحدث في صنعاء ولا تحدث في تعز، لا تحدث في المناطق المحررة. كل الضحايا التي سقطت في تعز، وكل الضحايا التي سقطت في عدن وفي كل المناطق والمحافظات الأخرى، هي ليست ضحايا في نظرهم، هي مجموعة من كانت ضحايا من في صنعاء أو في أي منطقة تعتبر ضحايا، و ربما فقدت حياتها، ونتأسف على كل ذلك. لكن لماذا فقط يشرعون الظلم فقط أنهم مظلومون على أنفسهم فقط، ويتناسون أنهم من اعتدوا ومن قتلوا ومن نفذوا جرائم بشعة؟ كل ما قام به الميليشيات وكل ما قام به السلاح الذي يتبع الدولة في استخدامه خارج إطار شرعية الدولة وقرارها السيادي ضد الشعب اليمني، هذه جرائم بقوانين الأرض وقوانين السماء، بقوانين اليمن ودستور اليمن وبالقوانين الدولية. هذه جرائم لا تسقط بالتقادم. صحيح. وستظل هناك موثقة. والآن نحن في عالم التوثيق وعالم الأوساط الإعلامية هذه متعددة الأنماط والقدرات. فكل ما قد جرى من جرائم موثق. صحيح. وهذا لن يسقط أبدا، يعني سيأتي يوم سيحاسب. ومؤتمر الحوار فيما قد مضى من جرائم ارتكبت، سواء كان أثناء ثورة فبراير 2011 أو ما قبلها، جرت معالجته من خلال العدالة الانتقالية، وكانت هناك إمكانية من خلال سن قانون داخل مجلس النواب، وأنا عضو مجلس النواب. وللأسف الشديد يعني فريق يعني النظام السابق صالح عرقل يعني إصدار قانون متعلق بالعدالة الانتقالية، مع أنه كان قانون إلى حد كبير معقول، وكان ممكن يتصدى ويعالج كثير من هذه الملفات. الآن طبعا تعقدت الأمور، الآن أضيفت لها ملفات جرائم مرتكبة في حق الشعب اليمني كبيرة جدا. فلا شك أنه عدد الجرائم اللي ارتكبت في حق الشعب اليمني كما وكيفا ازدادت.
صحيح. لكن ستظل جرائم لا تتعاضد بالتقادم وممكن معالجتها مستقبلا يوم أن تبسط الدولة سيطرتها وسيادتها وشرعيتها تبسط الشرعية للحكومة على الأرض اليمنية. نعم. سيفتح هذه الملفات كلها إن شاء الله. نعم بإذن الله سيكون هناك خطوات إيجابية مهما كانت هناك عناصر تريد أن تقلق وأن تسيد هذه الأعمال الإجرامية في كل مناطق الجمهورية، ولكن المطلوب اليوم هو العمل الجاد والعمل المستمر، هو الاستغلال للوقت حتى لا يكون هناك مزيد من إراقة الدماء ومزيد من كلمة أخيرة تود أن تقولها دكتور نجيب في ختام هذا اللقاء. أشكركم مرة أخرى وأرجو لكم التوفيق، وأتمنى للشعب اليمني أن يرى في آخر المطاف يعني الاستقرار والأمن، وأن تبسط الحكومة والدولة شرعيتها وسيادتها على اليمن، وأن ينهض هذا اليمن من عثرته ويصبح عنصر مفيد وفاعل على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم، ويكمل هذه الجهود الخيرة لدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية في التنمية والاستقرار، حتى تنعم شعوبنا في المنطقة هذه بالخير والنماء. نعم ستنعم بسواعد الرجال الخيرة بإذن الله، وفعلا لتحقيق السلام يجب أن تفعل كل الجهود والعمل المستمر من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الوطن للقضاء على أي عناصر خارجة عن النظام والقانون. في حديث الساعة اليوم نود أن نشير ونقول كل عام وكل العمال شرائح العمال بألف خير. اليوم نحتفل بعيد العمال و الكثير من شرائح مجتمعنا من عمال يعانون الأمرين والهموم والضغوط والكثير والكثير، ولا تجد من ينصفها ويمثلها. أشكر الدكتور نجيب غانم أستاذ أكاديمي وأيضا وزير الصحة سابقا، شكرا لوجودك معنا في برنامج حديث الساعة، وأشكر مشاهدينا أينما كانوا. حلقة جديدة في برنامج حديث الساعة، والأهم هو السلام من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والاستقرار. دمتم بخير، إلى اللقاء.